رئيس بعثة بنين في كأس الأمم الإفريقية إلى المستشفى بونيفنتور جوجيا مدير الاتحاد البنين لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب بنين تم نقله إلى أحد المستشفيات في إسماعيلية عشان جاله وعكة صحية. وطبعا احنا عارفين أن منتخب بنين بيلعب مع غانا وغينيا بيساو في والكاميرون في المجموعة السادسة اللي موجودة أو لقاءاتها بيتم استضافتها في محافظة الإسماعيلية. نفس القصة مش عارف عندنا النهاردة أخبار كتيرة جدا خاصة بأن الناس كتيرة تعبت يا جماعة. إيه الموضوع ده؟ يعني من بنين هنروح للكاميرون. ديدريك جوال مهاجم الفريق الكاميروني والمنتخب الكاميروني برضو تم استبعاده عشان عنده مرض في القلب. ألف سلامة عليه. وطبعا احنا عارفين اللوائح بتنص أن أنت ممكن قبل 24 ساعة من أول مشاركة ليك تستبدل لاعب لو عنده إصابة بعد تقديم تقرير طبي للجنة الطبية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ألف مليون سلامة على ديدريك جوال مهاجم منتخب الكاميرون. آخر الأخبار، سامويل كالو لاعب المنتخب النيجيري غادر المعسكر مؤقتا وراح للقاهرة عشان يجري بعض الفحوصات لأن كان جاله ارتفاع في درجة الحرارة عملته التهاب حاد فأصيب بجفاف، فراح يعمل بعض الفحوصات الطبية عشان يشوف هيقدر يكمل مع منتخب نيجيريا ولا لا. أعتقد برضو أن المنتخبات اللي بتلعب في التوقيت بتاع 4:30 ده بيبقى مع الحرارة مؤثر بشكل كبير جدا على اللاعبين واللياقة البدنية بتاعتهم، وكمان على طبعا الحالة الصحية اللي جو بيبقى حر في التوقيت ده، فربنا يكون في عونهم جميعاً.